يلعب كرة على داخل منطقة الجزاء. عبد الله يعملها، قلب الدفاع يعملها، عبد الله مادو يسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب السعودي. شوف الكرة العرضية، شوف لما مرت، شوف أول 40 من زمن الشوط الأول، ماجد النجران يسجل هدف التقدم للمنتخب السعودي. أول الأهداف هنا مادو، نعم يسجل الهدف الأول، يسجل عبد الله مادو هدف المنتخب السعودي الأول مع الدقيقة. راح نشوف عبد الله مادو يسجل هدف الثالث لمصلحته.